بنتعلم الاي اللي هي الانترست. اوكي طيب، مشكله الانترست اللي هي مزاجي ايه او بحب ايه او عاجبني ايه. مشكله الانترست اللي هو الكومفورت زون، يو نو ذا مينينج اوف كومفورت زون، عارفين الكومفورت زون؟ الكومفورت زون ده دايما يبقى يعني الاريا اللي انا عمريني ساتسفايد فيها. انا شايف ان انا فاينانس وانا خريج فاينانس مستحيل اغير الفاينانس، بحب الفاينانس ودرجاتي كانت عاليه في الفاينانس وكل الناس بتقول الفاينانس حلو وكل حاجه. فيري جود. اوكي؟ طيب. نقل ده انا مش لاقي شغل في الفاينانس. والماركت كارنتلي ما بيدورش على الفاينانس مثلا، اوكي؟ طب اعمل ايه؟ افضل بقى مستني الرايت اوبورتيونتي؟ لا. I have to move on to HR, to marketing, to management, to any other area حتى لو ما كانش الانترست بتاعي. بس when I'm jumping there, I have to make sure ان هو ده اللي الماركت عايزه. علشان انا هنا بكريت ان انترست. It was not an interest, but I create an interest. Otherwise, هقدر على طول مكاني مش هبقى اكسبلورد ابدا لاي opportunity. خالص. يبقى كل